بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فرصة، بداية هذه فرصة جميلة لكي نلتقي مع مجموعة من المهتمين بالحياة المدرسية وبمشاهدينا الأعزاء الذين يشتاقون دائما لسماع ورؤية الجديد في هذا المجال. المدرسة المغربية هي مدرسة لها أدوار كبيرة، والحياة المدرسية فيها هي الأخرى، لا ينبغي لمدبريها أن يتغافلوا عن مجريات وأحداث المجتمع الكبير بأكمله. فالمؤسسة التربوية تطل على المحيط، والمحيط أيضا يحتضن هذه المؤسسة، ولا بد من إيجاد العلاقة الوطيدة بين المجالين أو بين الموقعين. فالمدبر الناجح والقائد الحكيم هو الذي ينشئ فريقا في هذه الحياة المدرسية، وهذا الفريق يشتغل طبعا بالتوافق والتشاور والانسجام، وكل يؤدي دوره على أحسن ما يرام، ويبقى المدبر يعني يوزع الأدوار على هؤلاء الشركاء، ويهتم أيضا إلى جانب الاهتمام بالمجال الداخلي للحياة المدرسية ولأسوارها الداخلية وما يحدث فيها. يهتم أيضا أو ينبغي أيضا أن يهتم وينفتح على المحيط الذي تتواجد فيه هذه المؤسسة التربوية، على اعتبار أنه مطالب باستيراد والإتيان بالموارد التي ستعيد على المؤسسة النفع الكامل. فللحياة المدرسية أدوار جليلة تتمثل في ضرورة إعمال الفكر بالنسبة للمشاركين، وعلى رأسهم طبعا دائما المدبر، في إعمالهم الفكر والقدرة على الفهم والاعتناء بكل ما يدور في فضاءات هذه الحياة المدرسية. لماذا؟ لأنها مجالا يستوجب استحضار نقاشات وحوارات وآراء مختلفة، باعتبار الموقع موقعا أو قطبا جذابا وفضاء فضاء مهما تدور أو تنجز في إطاره مختلف الأنشطة، وتدبر نظرا لضرورة الإقبال على معتاد التحصيل الجاد في هذا المجال. فأدوار الحياة المدرسية كما نعرف جميعا متعددة ومتنوعة، يساهم كلها في بناء النمو المتوازن عقليا ونفسيا ووجدانيا لدى المتعلمين ولدى جميع الشركاء. كما أنها من بين هذه الأدوار أنها تعمل على إنجاح المتعلم في حياته المدرسية وتأهيله طبعا ليتوافق مع محيطه وينسجم معه انسجام. كما تعلمه أيضا هذه الحياة المدرسية التربية على الممارسة الديمقراطية وتكريس النهج الحداثي والديمقراطي وامتلاك الرأي الحر وإبداء وجهة نظر في القضايا التي تمر أمامه. كما أن من أدوار هذه الحياة تنمية الكفايات والمهارات والقدرات لدى المتعلمين ولدى جميع الشركاء الذين يساهمون في بناء هذه الحياة من أجل اكتساب المعارف وبناء المشاريع، سواء كانت شخصية أو مرتبطة بالعمل الجماعي المتعدد والمتنوع والذي تحتضنه هذه الحياة المدرسية. كما أن هذه الأدوار تساهم في تكريس المظاهر السيكولوجية الإيجابية وتنمية الاختيارات والإبداع لدى المتمدرسين. فهذه الأنشطة كلها تساهم في بناء لياقة جميلة على مستوى الإنجام المتعلمين، وتجنبهم أيضا ارتداء ملابس تتنافى والذوق العام الذي هو منصوص عليه في الدستور المغربي. كما أن هذه الأدوار تساهم في التحلي المتمدرس بحسن السلوك طبعاً أثناء التعامل مع كل الفاعلين الذين يتواجدون في هذه الحياة المدرسية.
وتساهم أيضا هذه الأدوار في تعزيز القدرة على الحوار والنقاش الهادف وتقبل آراء الآخرين. فينبغي للمتعلم أن يمتلك هذه القدرات ويساهم في النقاشات بشكل جيد وبشكل تظهر من خلال حواراته وآرائه ومناقشاته أنه يستقل بشخصيته ويتذوق الأمور ويعطي آراءه في كل موضع مطروح للنقاش. والمدرسة أيضا فضاء تجعل كل المشاركين فيها يساهمون في تفجير طاقاتهم الإبداعية واكتشف اكتساب مواهبهم. فكم من إنسان فجر طاقاته في هذه الحياة المدرسية وغدا في المستقبل شخصية مشهورة على مستوى مواهبه التي فتقها وأبدعها انطلاقا من كونه كان متمدرسا في الحياة المدرسية. فلذلك تكون الحياة المدرسية مجالا يخلق الرغبة لدى المتعلمين ولدى المشاركين بأكملهم في الإقبال على المشاركة في مختلف الأنشطة اليومية من تلقائية. إذن هذه أدوار مهمة في الحياة المدرسية، وبالتالي لا بد من تواجد ارتباط مهم بين الذين يدبرون هذه الحياة المدرسية فيما بينهم وبين بين المتمدرسين بمختلف فئاتهم وذكورا وإناثا وبمختلف أيضا أعمارهم. لذلك يبقى الارتباط العلائقي بين التربية والتدبير الإداري أمرا لازما بالنسبة لكل من سيساهم في بناء هذه الحياة المدرسية بناء سليما وجذابا. ولا بد دائما من استحضار مجموعة أشياء تساهم في النجاح المدرسي، بينها التعبئة الاجتماعية حول هذه المدرسة، وأيضا لا بد من التواصل الفعال والتدبير الإداري الجيد الذي ينبني كما هو معلوم على مجموعة مرجعيات متنوعة ومتعددة، منها ما هو قانوني، منها ما هو أخلاقي، منها ما هو معرفي. وهذه الأمور كلها لا بد للمدبر أن يمتلكها ويعرف دوره كيف يؤديه في هذا المجال. وبالتالي فإن التدبير الإداري وظائف كثيرة متعددة، نأخذ منها على سبيل المثال الحصر. بداية ينبغي الاهتمام بما يسمى بالتخطيط، مسألة التخطيط سواء على مستوى التدريس أو على مستوى التدبير لكل شيء كيفما كان نوعه، وبالخصوص في مجال الشراكة المقاولة التربوية، لأن اليوم غدا أصبحنا نسمع بالمقاولة التربوية على غرار ما هو موجود في المجتمع. هناك مقاولات لابد من مدبر يسيرها بمنطق رابح. لذلك فلا بد أن يكون لدينا مدبر يتوفر على الكفاءات وعلى المهارات وعلى الكفايات التي ستؤهله لكي يذهب بعيدا في مجال التدبير ويسير مقاولته التربوية أحسن تسيير. قلنا لابد من التخطيط، ثم أيضا لابد من التواصل الجيد والفعال الذي سبقت الإشارة إليه. وهناك أيضا عنصر مهم وهو التوجيه، وحينما نتحدث عن التوجيه فهو عنصر أساسي في الحياة المدرسية. توجيه المتعلمين إلى ما سيحقق لهم الآمال في المستقبل. فكم من إنسان تم توجيهه نحو مستقبل زاهر ومستقبل جيد على مستوى المهنة. فالحياة المدرسية هي مجال تتفتق من خلاله المواهب كما قلنا، وكل التخصصات أصلها والإبداعات التي كان المتعلمون يمارسونها في هذه الحياة باعتبارها حياة يعيشونها فيما بينهم، وأيضا تتيح لهم فرص الإبداع والإنتاج والتوجيه الجيد. فالمدرسة أو المؤسسة التي توجه المتعلمين أحسن توجيه
تساهم في التغيير، تساهم في بناء المجتمع، مجتمع الغد، المجتمع الذي نروم أن تحصل فيه تغييرات على مستوى السلوكات، على مستوى المبادئ، على مستوى امتلاك المبادئ، على مستوى التمسك بما ينص عليه الدستور المغربي، على مستوى الحفاظ على القيم التي أيضا تم التنصيص عليها في المرجعيات القانونية لمملكتنا. فدور التوجيه والمدرسة الموجهة كما قلت سابقا هي التي تضمن الاستقرار للوطن وتضمن له التنمية المستدامة والنجاح بالنسبة للشخصيات التي تنمو وتترعرع من خلالها وتكبر في عالم المجتمع لتصير عمدته التي يعتمد عليها في بناء الحضارة، حضارة المجتمع المغربي. إذن هناك أيضا دور للتوجيه أيضا أدوار متعددة تساهم في مساعدة المتعلمين والمتعلمات على الاندماج في الحياة الاجتماعية. فكل ما نشاهده ونلاحظه من تفوق في المجتمع على مستوى السلوكات، على مستوى المهنية، على مستوى التدبيرات اليومية، سواء على مستوى الأسر أو المجتمع بأكمله، فمنبعه هو التنشئة السليمة والقويمة والقوية التي كانت فرصة للمتعلمين بمختلف أعمارهم لكي ينشأوا في ظلالها المدرسة المغربية. إذن هدفنا هو أن نكون مواطنا صالحا، وهو الذي يمثل بالنسبة لنا رأس مال بشري مؤهل من أجل تنمية البلاد ورقيها. لنا الشرف في أن نقدم الإنتاجات في هذا السياق المرتبط بالحياة المدرسية، ومنها مثلا ما قمت بإنجازه على مستوى التكوين، وهو هذا المؤلف المعنون للتعبئة الاجتماعية حول المدرسة هي أساس النجاح المدرسي. فحينما يكون المجتمع واعيا على أن ينجز ويقيم ما يسمى بالتعبئة بمختلف أشكالها، فهذا مدخل أو عتبة أولى لكي يحصل النجاح والتقدم في المدرسة المغربية التي نحن بحاجة إلى تغييرها، وأيضا إلى تغيير أساليب التدبير فيها. ولذلك لنا الشرف اليوم أن نكون أجيالا من أطر إدارية تتخرج تحت إشراف أو باسم إطار متصرف تربوي الذي يمتلك القدرة والكفاية بعد التحصيل الحاصل من خلال التكوين الذي قضى اليوم سنتين فيه تنويع للمعارف، وفيه أيضا عدد كبير من المجزوئات التي وصلت إلى 20 مجزوئة لمختلف تلاوينها ومضامينها الإدارية والتربوية. كل هذا فعلا إلى جانب الانفتاح على التدريب، وأيضا ما سيوفر من فرص للتدريب بالمؤسسات العمومية إلى جانب البحث التدخل التربوي الذي هو أيضا مسار مهم في حياة المدبر الذي ينبغي عليه أن يعرف كيف ينجز بحثا تربويا باعتبار الحياة المدرسية مجالا مهما للظواهر التربوية التي تستدعي التدخل السريع ومعالجة القضايا المهمة التي يعاني منها المدرسة المغربية اليوم. لذلك بعد من الضروري أن يستعين المدبر بما أنجز في مجال البحث التربوي الذي أنجزنا من خلاله أيضا هذا الكتيب، وهو كتيب يتحدث أو يلخص لنا التجارب السابقة في مجال البحث، بعض التجارب في مجال البحث التربوي، وقد عرفنا فيه بالبحث التدخلي الذي هو مربط الفرس بالنسبة للمدبر الذي سيشتغل مستقبلا في تناول قضايا مرتبطة بالحياة المدرسية وبالظواهر التي تروج فيها في كل جوانبها. وقد أيضا قمنا فيه من خلال هذا الكتاب، قمنا أيضا بالحديث بداية عن البحث التربوي. هناك فرق بين البحث التربوي والبحث العلمي. ما المقصود بالبحث العلمي؟
ما تعريف البحث التربوي؟ وقد قمنا بتحليل المفهوم السابق وأيضا تطرقنا لأهداف البحث العلمي التربوي وخصائصه وقواعد إجراء البحوث التربوية في هذا المجال، ثم أيضا عرجنا على البحث في البحوث التربوية في العلوم التربوية عفوا والبحوث في العلوم الطبيعية، وأيضا طرحنا بعض مشكلات البحث التربوي وبخصوص من طبيعة التدخل، وأيضا قمنا باستعراض بعض الإطار الزمني للبحث التدخلي، متى ظهر وما هو البحث الإجرائي التدخلي وكيف ظهر وما هي مواصفاته ومراحله وآليات الاشتغال فيه، ثم أيضا حددنا بعض العلاقات التكامل والتمايز بين المجالات التي يستهدف هذا النوع من البحث. نصل إلى كتاب آخر للأستاذ حنفي وهو رصفي، وهو كتاب قيم أيضا، لي الشرف أن أناقشه وقد أنجز من طرف هذا الأستاذ الباحث الذي يشتغل حاليا بالتصرف التربوي بإعداد تيسير تشفين بنيابة أكادير بنيابة إنسكان شتوكا إتباع عفوا. وهذا الكتاب كان تحت عنوان الارتباط العلائقي بين التربية والتواصل والتدبير الإداري داخل المؤسسات التعليمية دراسة مقارنة. فلي الشرف أن أكون في ضمن لجنة المناقشة التي يترأسها الأستاذ الفاضل إبراهيم بوشوار الذي كان مشرفا على هذا العمل، وقد انتهينا إلى خلاصات مهمة في هذه اللجنة وأوصينا بطبيعة هذا العمل بما نرى فيه من إفادة تربوية وإدارية. وهذا العمل تجدر الإشارة إلى أنه كان عملا مشتركا بين الأستاذين رصفي الحنفي والأستاذ عمر خياطي الذي هو أيضا متصرف تربوي يشتغل في هذا المجال. والكتاب كما يلاحظ في الفهرس فيه قضايا كثيرة متنوعة، كانت هناك مقدمة ثم تم فيها الحديث عن السياق العام للموضوع وضوابطه ودوافعه والإشكال المؤثر للموضوع، ثم منهجية البحث، وأخيرا خطة البحث لنصل إلى الفصل الأول الذي أصل فيه مفاهيميا للموضوع مثل التربية والتواصل والتدبير الإداري، وهو أيضا عبارة عن مباحث ومقالب تمت فيها مناقشة هذه المفاهيم كمفهوم التواصل لغة وأيضا المجال اللغوي اللاتيني لمفهوم، ثم اصطلاحا ثم أيضا مفهوم التربية ومفهوم البيداغوجيا وأهمية التواصل التربوي وأيضا الفقرة بين المدير والمدبر التربوي. وفي المبحث الثاني هناك التواصل أيضا ركز فيه على هذا الجانب وعلى التدبير الإداري يتبع العلاقة بينهما، وهو أيضا عبارة عن مطالب التي تم إدراج فيها مجموعة من القضايا كما هي التدبير الإداري وما هو مفهوم الإدارة وما هي وظائفها وما هي أيضا ما هو أيضا التواصل التدبيري الفعال في المؤسسة التربوية وأنواع التواصل التدبيري الإداري وعوائقه، ثم في الأخير هناك المطلب التالي الذي هو عبارة عن نقاش حول واقع ممارسة التواصل التدبيري في المدرسة الابتدائية، فأعطى نموذج مدرسة جورج مارس بتيكيون. إذن هكذا يكون هذا العمل قد جمع بين مجالين، مجال تنظيري ومجال تطبيقي ليعطي فوائد كثيرة بالنسبة للمدبر الذي سيشتغل في هذا الإطار. ومن بين النقط التي هي مربط الفرس اليوم الحديث عن التوجيه، أن التوجيه هو مدخل سليم كما قلت في البداية لإنجاح العملية التعليمية التعلمية وأيضا لإنجاح التسيير في الحياة المدرسية تربويا وإداريا. المتعلمون هم بحاجة إلى توجيههم، فإذا تم توجيه المتعلم توجيها صائبا نحو ميولاته هذا يضمن لنا أن يكون له مستقبل مهني زاهر وجيد. فمن الأخطاء التي تقع عدم توجيه المتعلم إلى مجال الذي يرغب فيه ويبدع فيه ويعطي فيه، لذلك صار من الواجب اليوم أن يقوم السادة الموجهون بزيارات لمؤسسات
الزيارات المتكررة يقومون فيها بمحاورة المتعلمين وشرح هذه القضايا التي تبدو غامضة، خصوصا مع إحداث بعض الشعب الحديثة التي ينبغي أن تسير التي ينبغي أن تسير حدث اليوم على المستوى الإداري والتربوي. إذا هذه ولذلك كان لزاما على المدبرين الذين يسيرون الحياة المدرسية أن يفتحوا أبوابا للتوجيه والإعلام، ويستدعون مختصين في هذا المجال ليناقشوا هذا الموضوع الأهم ولينيروا الطرق للمتعلمين ولغيرهم ممن يركنون في زوايا هذه الحياة المدرسية قصد استيعابهم لمحتوياتها، وبالتالي هذا سيدفعهم إلى أن يختاروا مسالك جميلة وجديدة ستعود عليهم بالنفع وبالنفع الجيد. إذا هكذا أكون قد كانت لي اليوم فرصة ليكون عمل أستاذ، يكون عمل أستاذ الرصافي حنفي، هذا المتصرف التربوي، هذا الشاب الذي يطمح إلى أن يتم تغيير الحياة المدرسية لكي تلعب أدوارا رائعية، يكون اليوم الشرف لنقدم بالمناسبة فيديو أو شريطا حول التوجيه المدرسي، ولعله لا يخلو من فوائد كثيرة. أتمنى لكل أطر الإدارة التربوية، سواء تعلق الأمر بأطر الدعم في صنف المحققين التربويين، أو أطر الدعم في صنف الإدارة والاقتصاد، أو أطر الدعم في صنف الدعم الاجتماعي، هذا الإطار الجديد الذي نحن كنا، أو هذه الأطر الجديدة التي طالما انتظرناها حينما كنا نشتغل في مؤسسات في إطار المهام المسندة إلينا كحراس عامين وكنظار وكمديرين مكلفين بتدبير الإداري للمؤسسة العمومية. اليوم حقق الحلم طبعا في بدايتي، أو في كوننا نشترك اليوم في مراكز تكوين بأكادير، في مركز تكوين بأكادير وغيرها من المراكز على هذا النوع من الخطوط، وخصوصا إطار الدعم الاجتماعي الذي نحن كما قلت سابقا طالما اشتقنا لكي يكون في المؤسسات التعليمية وتفتح لهم مكاتب للإنصات، لأننا ما أحوجنا اليوم إلى الإنصات، الإنصات الكثير للمتعلم. جل القضايا التي تطرح في والمشاكل التي تطرح في الحياة المدرسية أو في ساحة الحياة المدرسية آتية من عدم الإنصات للمتعلم الذي بات يشكو كثيرا من كونه لا يجد أحدا ينصته لمشاكله وهمومه ويساهم معه لإيجاد الحلول المناسبة في التربيه. إذا اليوم سيكون هذا الحلم إن شاء الله محققا من خلال تخرج هذه السنة إن شاء الله الفوج الأول، الذي سيكون فرصة لإزالة بعض العوائق في طريق المتعلم، خصوصا منها العوائق البسيكولوجية والعوائق السوسيولوجية وأيضا بعض العوائق الأخرى المعرفية. فنحن نأمل أن يؤدي هؤلاء الأطر أدوارهم أحسن تأدية، وأن يجدوا في المؤسسات التي سيتعينون فيها فرصا للعمل وأجواء للعمل يسودها التوافق والانسجام والعمل التشاركي الفعال الذي يترأسه أظن اليوم إنسان محنك في مجال تجربته، إنسان يستحق أن يكون إطارا متصرفا تربويا يعي ما له وما عليه من واجبات، ويشارك في التدبير التشاركي ويقصي التدبير الانفرادي السلطوي، لأنه اليوم لا مجال للانفراد للعمل ولا مجال للانفراد للسلطة، فنحن مجتمع ينبغي أن نتعاون ونزرع القيم بيننا كفريق، سواء هذا الفريق طبعا يتداخل نجد فيه أنواعا من الأطر، إما فيها الإدارية وأطر التدريس والمتعلمين الذين هم أعمدة هذه الحياة المدرسية، فبدونهم لا يمكننا أن نشتغل ولا أن نتواجد في هذه الساحة.
وفي هذه الحياة المدرسية. وإليكم هذا الشريط، أتمنى أن يلقاكم وأن تستفيدوا من محتوياته.